السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نقدم معكم بريواز ديال الكوكب، نحضوها من رمضان إن شاء الله. كنتمنى يعجبوكم. نبداو بالمقادير، ونبداو هنا بالمقادير. عندنا واحد 2 كيلو ديال الكاوكاو محمر ومنقي، عندنا 2 زلاف ديال السكر كلاصي، عندنا 1 زلافة ديال الزجلان مغسول ومحمر، عندنا 4 معالق صغارين ديال القرفة، عندنا مسكة حرة، وهنا 2 صفار ديال البيض، وعندنا الزبدة اللي مدوبة مزيان. غنديرو 1 الكمية ديال الكاوكاو، نديرو معاها سكر كلاصي. واحد 2 معالق ديال القرفة صغار، والمسكة الحرة، والزنجلان. غنطحنو هادشي مع بعضياتو ونرجعو نعملو. هنا بعد ما خلطنا الخليط ديالنا كامل جانا على هذا الشكل هذا، غنزيد 1/2 كاس ديال الزبده اللي كنا ذوبناها، ونص الكميه الاخرى نخليوها ندهنوا بها الورق. ونديروا داك 2 صفار ديال البيضه، ونخلطوا هاد العناصر مزيان حتى يتخلطوا، ديك الساعه نزيدوا الماء الزهر. هنا بعد ما دخلنا الزبده ديالنا وصفار البيض في الخليط مزيان، نبقاو نضيفوا الماء الزهر شويه بشويه حتى يتجمع لنا الخليط. وجاي خيط على هذا الشكل هذا. راني زدت الزلافه الثالثه ديال السكر كلاصي حيت جاني ناشف، وزدت ليه الزلافه الثالثه ديال السكر كلاصي. صافي كنبقاو نشكلوا ديك دوك الكويرات ديالنا. هذا الجزء نخدمو به، والاجزاء الاخرين غادي نديرهم في واحد البلاستيكه باش ما ينشفوش لينا. ونلويو البريوه ديالنا على شكل هذه الطريقه هذه. شنو على هذا الشكل هذا، كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنساليو الورقه ديالنا كاملين، وديك الساعه ندوز معكم الطريقه ديال الطياب ديالنا. وهنا بعد ما قطعنا الورقه ديالنا على هذا الشكل هذا، وحربنا هذه الحريبلات ديالنا هكا، كنبداو نشكلوهم على شكل سيجار هذه. جاونا على هذا الشكل، كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنساليو الخليط ديالنا كامل. وهنا بعد ما سالينا البريوات ديالنا كاملين، كنديرهم في واحد الزيت اللي سخون، وكنقصوا منهم بالقط مره باش تطيب الورقه على خاطرها ما تحرقش. ومن بعد كنديروهم في العسل حتى كيشربوا العسل مزيان. ديك الساعه كنديرهم في واحد الشبكه هكا يتقطروا مزيان من داك العسل، ومن بعد كنديروهم في العسل، وكنديرهم شويه ينشفوا لنا من داك العسل، وكنزينوهم بهذه الطريقه. كيجيو على هذا الشكل هذا، وتزين على كل واحد وشنو كيعجبو. هذه الطريقه اللي استعملت انا، او على هذه الطريقه حتى نساليو البريوات ديالنا كاملين. ديك الساعه نرجعو معكم. يكون هذا هو الشكل النهائي ديال
السيجار ديالنا. كتكون هذه هي النتيجه النهائيه ديال البريوات ديالنا، كيجيو على هذا الشكل. وهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. الى عجبكم الفيديو كنتمنى تدعموني بالاشتراك ديالكم والاعجاب. مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله.